السلام عليكم وصباح الخير عليكم ومرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي ندوزو النهار ديالنا في تيفنيت. جمعت الباكتاج ديالي، دابا غادي نمشي ندوز عند صاحبي ومن بعد نشدو الطريق ان شاء الله لتيفنيت. احنا دابا وصلنا كما كتشوفوا البحر ديال تيفنيت. دابا غادي نمشي نشوفوا شي بلاصه اللي اتاثروا فيها. كنا بغينا نمشيو لذاك الفراش اللي كاين لي غنوريه لكم، ولكن يبان لي هنا حسن هاد البلاصه هادي مزيانه للصياده. دابا غادي نشوفوا شي بلاصه اتاثروا فيها. غادي نتاثروا في هاد البلاصه هادي. هاد البلاصه هادي كتبان ليا مزيانه ياك محمد، البلاصه مزيانه ياك صافا. هذا الريح غير هنا. دابا غادي نقادو الفطور ديالنا. دابا غادي نشعل الفخر باش نقادو الفطور ديالنا. قادو واحد البريريت فعل تر. كما كتشوفوا الفرق شحال. دابا غنقادو البراد ديالنا تا ديالنا وغنسيبو الماء. دابا نديرو الماء خليه كيسخن، هاديك الساعة نزيد نكبو عليها تاي جبلك بدا صافي هاو نجي. دابا تاي مشحر غادي نقادو الطويجين ديالنا. غنبداو هنا بالبصلة، نقطعو دابا البصلة ديالنا. بسم الله. دابا رقينا البطاطا الأولى، غادي نزيد دابا الثانية ونكهة واحد حتى هي. دابا غادي نحطو الطواجين ديالنا في الفخر. بسم الله. هذا هو الشكل
الشكل النهائي ديال الطويجين بالصحة والراحة. دابا جات الوقيتة ديال الصيادة، خلي الطاجين يطيب على خاطرو، ما زربانين فين. دابا غادي نصيدو، هادي أول مرة غادي نصيد حياتي وغادي نشارك معكم هاد التجربة هادي. غادي نمشيو دابا نصيدو سمكة التونة العنيدة، غنشوفو فين كاينة. هادي هي الكسبة ديالي، هيا شتوها، هادي هي القصابة، غادي نشرب عليكم مزيان. غادي نشوفو دابا شي بلاصة، شي بلاصة تكون زوينة. والله ما عرفتش نمشي ليه، كيبان لي نمشي واقيلا هي البلاصة اللي ما تيبان لي حسن. كيبان لي الناس هنا كاينين هنا كيصيدو، خصوصا في هاد البلاصة هادي هنا فين كاينين هاد المغارات، هنا كيصيدو، كيجيو هنا الناس كيصيدو. غنشوف واش غنصيدو شي حاجة ولا والو. هيا هاديك الوصيت الاولانية ما صدقاتش، غادي نعاود الوصيت الثانية ماشي مشكل. الثانية الثالثة تبدا السمكة التونة العنيدة غادي نصيدها اليوم، غادي نصيدها اليوم. اجل يا كده اجل كده صافي. انا الاخوان ما صيدت والو، ولكن ماشي مشكل، المهم هو المشاركة. اليوم ما صيدت والو، مرة أخرى إن شاء الله غادي نصيد. دابا غادي نشوف واش غادي نمشي دابا نشوف واش طاب، واش طاب الغدا. عرفتو راه الشمس اليوم قاسحة، غندخلو دابا للطليلة. سيدي محمد بخير؟ سيدي راه ما صيدت والو، ما كاين والو، البحر عايش ياك. واش إلا كاين هاجل البحر ما كاين، ما كاينش الحوت ياك. ماشي مشكل، المهم هادي أول مرة أنا كنصيد، مرة أخرى إن شاء الله غادي نصيد شي سمكة التونة العنيدة. راه كنا نقلب على سمكة التونة العنيدة صاحب، ما كايناش هناك، ما كايناش في تيفنيت. غتلاقى شنو بلاصة؟ غتكون في تيكرت؟ ما نعرف. الله ما عرفتش غتكون في تيكرت. نبدا إن شاء الله غادي نمشيو لتيكرت غنصيدوها. ولكن دابا شحال عندك كتمرصها ديال الصيد؟ هذه فهمتي يلاه. واش حتى انت يلاه بديتي؟ يا حتى انت مبتدئ. المهم الدراري كاملين مبتدئين. غادي دابا نشوف الطاجين، غنمشي نشوف الطاجين ياك ما يتحرك. نمشي دابا نشوف الطواجين، نشوف دابا الطواجين ديالنا واش طاب. هو بسم الله، تيبان ليها صافي راه طاب. هادي هي الوقيته ديال الغدا تيبان ليها، ولكن الدراري باقي كيصيدو. كاين حتى الدكة ديالها تا هو، الدكة ديالها كما كتشوف. هاد البلاصه هادي مزيانه للعومان، انا ما كاينش الشروفه. ديك البلاصه فين كنا حنا ما ديال الصياده كاينه تما الشروفه، ما الا كاع عندي تما تعنكش كاينه الشروفه ما يخليوكش هاد الديرونجا. نمشي دابا للفيلاج من بعد نجي لهاد البلاصه نعوم فيها. انا دابا وصلت للفيلاج كما كما كتشوفوا. دابا غادي نرجعوا للبلاصه ديالنا، خلينا الطاجين بوحدو.
هاني تحرق لينا. يلا دابا كنا في الفيلاج مزيانه، هنا البلاصه مزيانه تجيوليها، راه مع المرسى هنا ورايا، هنا فين تقداو الحوت تضربوا الشوايه مع راسكم. دابا راه تحرق شويه ديال الريح، والله ما عرفتش نعوم ولا لا. اشنو بان لك ام احمد نعوم ولا لا؟ ضروري خصني نعوم، راه الا جيت لهنا وما عمت كيبحال ما درت والو، ضروري خصني نعوم. ولكن قبل خصني ضروري نقصي، لان هنا فيا الشوع فيا الهمري، نضربوا الطويجين اللي طيبوا لينا الشاف طافيط. اش بان لك في الطاجين ام احمد؟ طلع واعر طلع ياك، واش كاين ولا ما كاينش؟ عامل الريحه. اه واش تاش بان لك في الريحه؟ كاين كاين الطاجين. اه شتي عرفتوا راه كاينين شي مواجه هنا مزيانين مزيان اصحاب السرفه، كاينين شي دراري هنا كيسرفيو. اه مورايا اه ولكن راه كاين الشمس ما عادش يبان داك الشيء مزيان. غادي يمشي دابا فيا العمري، دابا فيا الجوع، غادي يمشي نقصي، من بعد غادي نضرب شي عومه. دابا قربنا للبلاصه، راه من الصباح محمد تقول لي اسربي اسربي، ها هي باينه فيه فيه الجوع ياك يا محمد، فيك العمري ياك. ها الطاجين كاين تما ما يخاف والو، ولكن انا صاحبي كاع هنا نطفيو ديك الفخر. هذا شنو درنا؟ اشوف اشنو درنا؟ خلينا الطاجين فوق الفخر، والطاجين راه طاب، قال لي حنا نطفيو الفخر، ولكن قال لك محمد لا خليه، قال لك اودي باش يبقى سخون. ولكن هو راه ما عرفش بلي راه تحرق، الا تحرق محمد راه غادي ناكلك، ما عندي ما ندير لك. ها الطاجين ديال المعزي، طاجين المعزي داك الشيء الانتيكا، داك الشيء راه مفرقع. الطاجين ديال اليوم اليوم قديت لهم اتاي، قديت لهم الطاجين، اشنو بغا باقي اشنو بيدي باقي، ولكن ما صيدت لهم والو، ورايحين لحقاش الاستاذ ديال العيان حتى هو عار مبتدئ، حنا مبتدئين. ولكن مرة أخرى إن شاء الله غادي نجيبو شي سمارتفون، هاديك السمار اللي عندنا واقيلا عيانة، احنا اللي عيانين، لا راه داك البوطاس، البوطاس هو اللي عيان. وأخويا التجربة الصراحة التجربة كانت مزيانة، التجربة ديال أول مرة شفت السنارة كيفاش تلونسيها، راه ماشي ساهل، راه صعيب، المرة الأولى ولا الثانية الثالثة ماشي مشكل. على راسي حافظ داك الطاجين عرفت يا واجد دابا شوف نقدمو ليكم بالصحة والراحة. اه واجد ديالنا هذا هو، شنو يبان لك فيه كاين ولا ما كاين؟ كاين وصلنا لنهاية ديال الفلوق، كنتمنى هاد الفلوق يعجبكم، وبهذه المناسبة تنبغي نقول لكم عواشركم مبروكة ورمضان مبارك كريم، والله يدخل عليكم بالصحة والهنا وباش ما تمنيتو إن شاء الله، ونتلاقى في الفلوق الجاي إن شاء الله اللي غادي يكون أغرود جوج إن شاء الله، تهلاو ليها فراسكم، أيوه.